اهلا بحضراتكم من جديد. ما ينفعش نبقى في العاشر من رمضان وما يكونش ضيوفنا اتنين على مستوى الحدث والتوقيت. عشان كده قلت لكم قبل الفاصل هيكون معانا اتنين من الاساتذه الكتاب الصحفيين الكبار، الاستاذ جلاء جاب الله رئيس مجلس اداره دار التحرير السابق. اهلا بك يا استاذ جلاء. كل سنه وانت طيب وخطوه عزيزه. انا سعيد جدا باللقاء ده والله. احنا اللي سعداء ونتشرف بوجودك. ومعانا طبعا الكاتب الصحفي المتميز مدير تحرير الاهرام والناقد الاهلاوي الرياضي، انه اهلاوي قبل الرياضي، الاستاذ نبيل عمر. اهلا بيك يا استاذ نبيل. اهلا بيك واهلا بالقناه الجميله واهلا بكل الاهلاويه واهلا بكل يعني هتقعد تبعت لي انا والمهندس عدلي رسائل؟ لا نجيبك على الهواء، خلي رسائلك على الهواء. اهلا بيك يا استاذ نبيل. اهلا بيك يا حبيبي. يعني هو الحقيقه اثنين من القامات الصحفيه الكبيره والأصدقاء الأعزاء، يعني الشروف بالتعرف عليهم، مشوار طويل من العلاقات اللي فيها اتفاق معظم الأحيان والاختلاف بعض الأحيان، ودي شيمة الصحفي اللي هو معتد برأيه، يعرف يتفق ويختلف ولكن يجمعنا جميعا حب الحق والحقيقة ثم النادي الأهلي والانتماء. والانتماء. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. السلام عليكم. العاشر من رمضان. يعني انا من عظيم الصدف ان النهارده العاشر من رمضان وانا معاكم في قناه الاهلي. طيب ايه اللي بتتذكره؟ لان فيه لازم انا بربط رابطه صغيره كده، يمكن النادي الاهلي ده اصلا في لما انشئ كان بيعبر عن الوطنيه المصريه الحقيقيه. ايوه. وكان اول رئيس للجمعيه العموميه الزعيم سعد زغلول. ايوه. لما يجي النهارده العاشر من رمضان واحنا في قناه الاهلي لازم نقول كلمتين. انا يمكن كنت قبل اللقاء كنت مع الاستاذ نبيل عمر وكنا بنتكلم على العاشر من رمضان وبنعترف ان هذا الحدث العظيم في تاريخ مصر لم ياخذ حقه الحقيقي لا اعلاميا ولا ثقافيا ولا فكريا. ليه؟ احنا لابد ان نعترف ان العاشر من رمضان 6 اكتوبر ليس يوما عاديا في تاريخ الأمة العربية، لا، هو وقفة لا تقل أبدا عن عين جالوت، لا تقل أبدا عن انتصارنا على التتار، لا تقل أبدا عن انتصارنا، لأن دي حالات حالات حقيقية في تاريخ الأمة، معارك فاصلة، معارك فاصلة حسمت القضايا. فكانت 6 أكتوبر حقيقة وعاشر من رمضان حقيقة بتعبر عن الشعب، بتعبر عن هذه الأصالة المصرية الحقيقية والوطنية المصرية. يوم 19 يونيو خرج الشعب المصري كله يرفض الهزيمة. من 19 يونيو حتى 6 أكتوبر كان الشعب المصري كله جنود. كنا جنود، جنود حقيقيين. لم يتوقف عمل واحد. الفن، أم كلثوم، المجهود الحربي، الفن، الرياضة، كل القوى الناعمة، الجيش دخل أبناء الخريجين الجامعات في الجيش تاني علشان يبقى فيه علم. النادي الأهلي فتح أبوابه للدفاع المدني. للدفاع المدني. مصر كلها كانت في حرب. أنا عايز أقول لك عند الجملة دي نقطة ما حدش واخد باله منها. كيف أن كان كل بيت في مصر يحارب أو بيجهز للحرب؟ أن قبل أصعب الظروف المعيشية، الناس كانت بتدور على البيضة، الناس كانت بتدور على الفرخة. أنا أعرف ناس محترمة، كان يعني راجل كبير محترم جدا رجع مراته فرحاه، لقيت عربية الفراخ، جريت جبت لك جوز فراخ، كانت سعيدة جدا، محدش اشتكى. واخد بال حضرتك؟ الناس كانت. أنا عاوز بس أكد حضرتك، أنا كنت في الثانوية العامة. كنا في بلدنا، شبابنا، الشباب اللي في سني كان بيقوم بدور غريب جدا في الجمعيه التعاونيه. كنا بنقف نوزع مع الموظفين بتوع الجمعيه التعاونيه على الناس اللي هم عاوزين. مفيش حاجه، كلنا كنا عايشين كل في الحرب دي ومتحملين بلا تذمر، وعلى فكره لا بالحب، لان الوطنيه المصريه حقيقه. يعني بس كان في حاله واحده مستنيين اللحظه، الناس كانت اشتقت لها لحد ما جت فصدقتها. انا بس عايز اقول حاجه، اضيف حاجه اتفضل الاستاذ جمال. في حاجه مهمه جدا لازم نعرفها. حرب 73 اللي هو في العاشر من رمضان، حتى هذه اللحظه
حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها كل العالم يتساءل ويتعجب كيف تمكن المصريون من صناعة هذا اليوم. دي معجزة بتدل على عبقرية مصر وشعبها، عبقرية الممتدة في الزمان والمكان اللي احنا احيانا وخصوصية احيانا في ازماتنا وظروفنا المعيشتنا ما بناخدش بالنا او ما نعرفهاش، لكن هي جينات متوارثة تحت الجلد. الفارق نحن في ما بين 67 و73 فترة زمنية ضئيلة جدا. لا اعرف، التاريخ العسكري لا يعرف على كوكب الارض ان في جيش هزم بطريقة او لم يحارب اصلا، لانه كان جزء منه في اليمن، المهم يعني، وخسر كل هذا القدر من المعدات فاستطاع ان يستعيد نفسه وزمام اموره ويعيد تسليح نفسه ويعيد تدريب نفسه وتكوين نفسه ويدخل في حرب استنزاف طويلة كمان، غير حرب الاستنزاف بشكل عام، انا بتكلم عن الحرب المباشرة. هذه الحرب المباشرة مع قوة تضمنها قوة عالمية، هذه القوة العالمية او القوة العظمى العالمية كانت حريصة كل الحرص ان تكون هذه الدولة اللي هي اسرائيل ان تكون اقوى من جميع الدول العربية مجتمعة، وان تضمن لها تفوق في السلاح. يعني كان يملك الطيران الإسرائيلي طيارات لم يستخدمها الجيش الأمريكي، كان يملك أنواع من الصواريخ لم يستخدمها الجيش الأمريكي بعد، كان يملك أنواع من الدبابات، يعني احنا أصرنا دبابات لم تتجاوز عدد الكيلومترات اللي عملتها 100 كيلومتر، يعني نازلة من الطيارة على سيناء، على سيناء جوه سيناء، نازلة جوه في مطارات في سيناء. أمريكا دخلت في الحرب بنفسها. يعني أنا طول عمري بكتب في الحقيقة نحن هي أمريكا في الظهر، يعني هو في ظل، يعني في عدو وفي ظل، احنا طول الوقت في الظل، احنا بنحارب الظل، لكن في الحقيقه انت القوه العظمى بتضمن هذا التفوق لاسرائيل. يعني كان الكلام من ايه؟ ان المصريين لن يستطيعوا عبور قناه السويس الا باستخدام قنبله ذريه. انا عايز اقول لك حجم التحدي. ان هم قدروا ان ما فيش قوه عسكريه ايا كانت تستطيع ان تقطع ال 173 كيلو متر على امتداد قناة السويس وتعبر القناة إلى هناك خط بارليف، أحسن خط دفاعي صنع في التاريخ. يعني هو كان مجنو والكلام ده، كان خط بارليف يتفوق عليه بمراحل لأنه مصنوع على كومة ضخمة جدا من الرمال، ثم الدشم قضبان سكك حديدية، ثم دشم مسلحة، ثم عشرات الأطنان من شكائر الرمل. يعني انت تتكلم عن حاجة يستحيل اقتحامها. يدافع عن القناة في ذلك الوقت انابيب يمكن ان تطلق جحيم من النيران على من يحاول النابالم. بص حضرتك، اما تبقى فوق تبة عالية وحد جاي لك من تحت وهو معاه رشاش، كيف يكون معاك طوبة؟ صحيح، طوبة، انا هحذفه بالطوبة، هو مش هيقدر يوصل، هحذفه بالطوبة. ما بالك بقى بالنابالم. فما بالك بقى، فانا أعبر هذا الخط الذي أجمع عليه كل العسكريين على كوكب الأرض في القوى العظمى في أوروبا وفي روسيا في كله، في الاتحاد السوفيتي كان ذلك، إن يستحيل عبور قناة السويس، يستحيل، وإنك تتجاوز هذا الخط المائي وتعدي خط بارليف وتتجاوزه. فينجح المصريين أن يعملوا ده في 6 ساعات. دي معجزة خارقة، يعني إحنا بنتكلم عن خوارق، فعلا هي معجزة خارقة بكل معيار وبكل مقاس. مش تعرف المصريين عملوا ايه، عشان كده احنا مش حاسين احنا عملنا، يعني لحد دلوقتي احنا مش عارفين احنا عملنا فوق الخيال. انا مثلا لما رحت تبت الشجره، ودي جزء من نقطه حصينه في مواجهه اسماعيليه، تبت الشجره عباره عن ايه؟ انت تنزل قوه في باطن الارض تجد نصف مدينه بالمعنى الحرفي لهذه العباره، ابواب حديديه صلب وانت تحت، فيها مستشفى ميداني، وفيها طبعا غير مزاغل الدبابات ومزاغل المدفعية وفي كل حاجة. يعني فالمصريين يعبرون القناة نقطة حصينة فيسيبوها يتجاوزوها ويحصروها، بس بيقطعوا عنها الامتداد، وبعدين عن طريق مواسير التهوية يقفلوها، فيضطر اللي تحت يخرج يفتحوا قلب بنو لما كانوا هيموتوا في الارض. يعني عايز اقول لحضرتك ولكل المصريين
نحن بلد عظيم بجد، مش هزار ومش شفونية. أيوة. ونحن شعب عريق بجد، مش شفونية. صحيح عندنا مشاكل، صحيح من شايفين التجوزة دي الأسباب كتيرة، جزء من عظمتنا. ممكن لكن رغم ذلك لا أنا عايز أقول رغم ذلك لا ده في حاجة عظيمة جدا أقول لك. أنا هذا العملاق الكائن جوه كل مصري يظهر في حالة واحدة، لما تيجي نقرا بس ما فيش وقته يعني، عبر تاريخ مصر كله نكتشف أن هذا العملاق فجأة يقوم ناطط عندما تكون مصر على حافة الهاوية. لما مصر تكون في خطر ماحق وحقيقي يتحول المصريون إلى مرضى، إلى شيء آخر. يخلصوا مصر من الخطر ثم يرجعوا لهدوءهم الطبيعي. فدي كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر وعظيمة في تاريخ مصر. نحن فاجأنا العالم، ما فاجأناش الإسرائيليين بس، احنا فاجأنا العالم كله. تخلي بالك انت تتحرك في عالم مغطى بأقمار صناعية، تعرف دبة النملة، فتستطيع ان تعمل خطة خداع استراتيجي تقع فيها كل أجهزة المخابرات على كوكب الأرض، سواء الاتحاد السوفيتي أو الأمريكان أو الأوروبيين أو المخابرات الإسرائيلية بالكامل. المصريين بيتحركوا ده بس يعني بيهزروا معانا، هنقدر نخلص عليهم في خلال تلت ساعة، هتحول القناة إلى جحيم، هيتحرقوا جواها. خلال ست ساعات كلينا ست ممرات داخل سيناء، كانت قواتنا الصاعقة وقوات المظلات كانت عبرت قبلها بأيام، لأن احنا كنا مجهزين نفسنا للهجوم المضاد. عندما يحاول الإسرائيليين هجوم مضاد ألا يصل الهجوم المضاد إلى شط القناة قبل بناء نقط الارتكاز للانطلاق إلى تحرير الجزء اللي احنا عايزينه من سيناء. لم يكن عندنا سلاحا كافيا ولا ذخيرة كافية، لكن كان عندنا إرادة المصريين وروح المصريين و أنا عاوز أزود دعم الله سبحانه وتعالى. أنا بس دعم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر مع التكبير الحقيقي النابع، يعني أحشائك بتطلع وأنت بتقول الله أكبر وتقتحم، تستنجد بالله سبحانه وتعالى، ولم يخذلك لأنك أنت قلت نقطتين في منتهى الأهمية، لا معاك سلاح كافي ولا ذخيرة كافية، أنت على قد العشر ساعات اللي لازم يخلص فيهم الحرب. طيب أنت معاك السلاح الإرادي، في حاجة أهم حاجة في رمضان. ايوه في حاجه مهمه جدا، ربنا بس ما بيقفش قدام الناس الا اذا هي ساعدت. أيوة طبعا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. طبعا وبعدين في حاجه مهمه جدا لازم نتفق عليها. الاستاذ نبيل كان بيقول لك ان المصري بيظهر حقيقته. ايوه المصري بيظهر حقيقته امتى؟ لما تيجي على الهاويه، وقت الهاويه، وقت الخطر، الحف، وقت الخطر. مصريين ظهروا على حقيقتهم في من 9 و10 يونيو لغاية 6 أكتوبر. مش بس يوم العاشر، ده اليوم العاشر ده تتويج إلهي لجهد رائع بذل خلال هذه الفترة. أنت عارف حرب الاستنزاف هي الحرب التي انتصرنا فيها، ورفض العالم أن يعترف بهذا الانتصار إلا بعد حرب أكتوبر. كانت بلغة الكرة تراي ماتش. ده تعبير صحيح. ده التعبير الحقيقي. وعلى فكرة خبراء العالم العسكريين كلهم اتفقوا أن مصر انتصرت في هذه الحرب. صحيح. وانتصارها كان ساحقا ماحقا، ولكن ما كانوش بيقولوا هذا الكلام إلا بعد حرب أكتوبر 73. ده نمرة واحد. الإرادة المصرية ظهرت يوم 29 يونيو. اللي حاولوا أن هم يقللوا من قيمتها. أنا لغاية النهاردة وأنا كنت طفل يعني، في صغير مش طفل يعني، وخرجت ورفضت الهزيمه، ما حدش قال لي اخرج. حاولوا يقللوا من قيمتها، اقول لك ده مش عارف منظمات الشباب حاولت تخرجهم، لا كلام فارغ. انا شفت وكنت من قريه وشايف الناس خرجت ازاي ترفض، وشفت وكان عندنا مهجرين من بورسعيد. قريه اهلاويه جدا يعني. ها؟ قريه اهلاويه جدا. قريه كلها أهل. ايوه كل لا هي كلها كل اهليه اهلاويه. كلها اهلي. أيوه. لا بلدنا بالذات. أيوه. كلها اهلي. بس كنا خارجين نرفض، واللي قال لك الكلام ده حقيقه. أيوة. وبعدها تعال شوف الاراده المصريه الصلبه. لما نيجي نتكلم النهارده عن الشفره النوبيه. ايوه دي منين؟
دي عبقريه عبقريه. تعال شوف لما الاتحاد السوفيتي خرج من مصر ازاي وليه بتخرج حليفك. بتخرج حليفك ده دليل على انك مفيش. لما يعلن عن ان في عمره ويعمل مش عارف ايه لا ويمصوا عصب ويلعبوا كوره ويلعبوا كوره لا الكراسه بتاعت تخطيط نفسها للحرب. لكن انت بتنسى ان سنه 68 قائد الجيش المصري عبد المنعم رياض اين استشهد؟ استشهد على خط القناة. تعال شوف بعد كده ايه اللي حصل من سنه 67 لغايه 73. المظاهرات اللي حصلت في الشباب المصري اللي عاوز سنه 72 يقول لك عاوزين نحارب عايز يحارب والكلام ده كله لا ومع شعب ذلك رافض الهزيمه رافض ليه؟ الشعب مصر زي ما قالنا زي ما قال الاستاذ نبيل دلوقتي من شويه وبنتكلم تاريخ مصر وهي مش شوفونيه ولا حاجه برضو زي ما قال لا يعني دي عبقريه مصر ده تعبير صحيح عبقريه جمال حمدان اللي قالها عبقريه الزمان والمكان لا هي في عبقريه الانسان المصري ما هو الانسان المصري هو اللي باني ده كله طبعا الانسان المصري من عهد الفراعنه الى اليوم عنده اراده عنده ايمان عنده تصميم عنده رغبه اللي بيحكمهم كلهم ده هي فكر الانسان المصري وتاريخه الطويل. اقرا تاريخ مصر تعرف ان العاشر من رمضان ده هو التتويج واللي احنا محتاجينه النهارده هذه الروح في مواجهه التحديات العالميه التي ما زالت لا ما انا عايز طيب. يعني هي الروح دي بس انا عايز بس الروح دي عايز اقول لك حاجه احنا لما احتاجنا الروح دي يعني حصل 25 يناير كل اللي حوالينا بيعاني من مشاكل حتى هذه اللحظه كانت ممكن تؤدي الى اللحظه نحن المجتمع الوحيد والدوله الوحيده الاجتازة. التي تمكنت من ان تعيد تصحيح مسارها بحسن الاختيار ده بحاجات كتير انا قصدي كمصريين وبالاراده والله وبالاراده طبعا وبالاراده فان نحسن مسارنا وان نعدل يعني اما تيجي راجع كل حتى بما فيه اوكرانيا يعني اوكرانيا حصل فيها الثوره البرتقاليه قبل في 2008 ايوه طب ما تيجي نشوف ماذا حدث في اوكرانيا حتى هذه اللحظه ما حدث الان ما تتعرض له اوكرانيا الان من انهيار تام في كل امكانياتها اقتصادية وبنية تحتية لآخره بسبب الحرب هو لأنها مشت برتقال في مسارها برتقال رجوع ما عرفتش تصحح مسارها ما عرفتش ترجع طبعا ففي النهاية ده النهاردة اضطرت في الآخر أن تدخل في حرب بالوكالة عن آخرين وتدفع هي ثمن وغر بها ما هي غر بها غر بها يعني النهاردة الأوكران بعيني صعبانين عليها جدا موجودين في حرب لا ناقة لهم فيها ولا مجال لأن في ناس أقنعوهم تعالوا في حضننا وإحنا نقدر نحميك وتعالوا تمن الموالاة لكن إحنا إيه مصريين قرروا رغم إن كان في ناس على علاقات خارجية وكان مطلوب ده يحصل هنا بنفس الطريقة لكن هنا بقى مختلف هنا التاريخ بيلعب دوره هنا التاريخ وهنا الكلام المهم وهنا فاصل وبعد الفاصل كلام مهم اهلا بحضراتكم من جديد مستمتعين في رحاب العاشر من رمضان هذا اليوم الخالد في الذاكره المصريه والعربيه اليوم اللي شهدت فيه مصر الانتصار العظيم بقوه الاراده وبقوه التحدي وقوه الايمان بحق هذا الوطن في الصمود. استاذ جلاء كنا بنعرج على ما حدث في العاشر من رمضان الى ان وصلنا الى قيمه ودرس الاراده. الدرس الحالي ومصر قد عبرت الظروف الصعبه ايضا ووصلت الى هذا الاختيار المهم شايف المشهد سريعا ازاي؟ مصر اولا زي ما قال الباشمهندس عدلي حماها الله وكنا بنتكلم في ان ربنا سبحانه وتعالى اذا انت قدمت العمل الصح ربنا هيوفقك بس انا بقول بضيف عليها بقى ان الله سبحانه وتعالى وفقني ان انا اعمل العمل الصالح ده عارف ليه؟ لان ربنا بيحمي هذه البلد البلد دي ربنا سبحانه وتعالى يمكن كنا قبل اللقاء كان نبيل على القرآن وكيف ذكر الله فيها مصر بشكل معين في كتاب عن مصر في القرآن من أروع ما يكون ربنا سبحانه وتعالى هيحمي هذه البلد بإذن الله دائما أبدا
بدليل. اسمه ايه الكتاب ده ما تقول لنا؟ ولا انت بتقرا لوحدك؟ لا هجيبه، هو اصلا المؤلف انا عشان هو اسمه مصر في القران، مصر في القران، هو استاذ ازهري اللي عامله بس رائع، هجيبه بس الناس الاسم لكن هجيبه لك ان شاء الله. الكتاب ده بيتكلم مش بس بالايات لا وحاجات كتير جدا وباستفاضه رائعه ان الله يحمي هذه البلد مصر، ربنا معاها. ولذلك الانسان المصري اللي الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى به فيها خير من الارض، ليه؟ بالاراده. الاراده اللي بنتكلم عنها، الاراده اللي خلتنا ننتصر على كل الصعاب اللي وقعت فيها، يمكن نوصل للاختيار اللي انت اتكلمت فيه. الاراده، الاراده المصريه والقدره على اداره الازمه. احنا في 25 يناير وما كان يخطط للمنطقه ككل ان خرجنا منه في مصر بايه؟ بثلاث حاجات: حمايه الله سبحانه وتعالى، وجود هذا الجيش العظيم الوطني اللي هو ابن الشعب اللي حمانا وقف جنبنا وكان مع الشعب. الحاجه الثالثه الوعي. احنا رغم الحرب والقوة الغريبة في الغزو الفكري والثقافي لشعبنا وشبابنا، كان الوعي العام صامت، إلا أن الوعي العام كان ما زال، كان وما زال، بدليل وجود راجل مفكر زي ده معنا وأنا ما بجملوش. الوعي موجود بالناس المحترمة اللي عندها فكر وعندها رؤية وعندها ثقافة ومصداقية. ده المهم. ده أيوة. مصداقية أهم حاجة. تعالى تعالى شوف اللي حصل في 25 يناير. إحنا لما مصر خرجت في 25 يناير رفضا لشيء، لكن كان المخطط اللي اتلعب وبسرعة ومن جهات من أهل الشر خارجيا وداخليا، كان عاوز يوصل مصر لفين؟ كان عاوز يوصل مصر أسوأ ما يمكن من سيناريو. وأنقذنا الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا، ثانيا الجيش اللي وقف، ثالثا الوعي لدى النخب اللي مش النخب الحقيقية، مش النخب اللي نطت وركبت في الصورة وعملت تمثيلية يعني. ارجع بعد كده 2012 2013 30 يونيو، دي مش أيام عادية، مش أيام عادية. وخرجنا من هذا المأزق لكي نقف الآن. مصر النهاردة رغم كل الظروف الصعبة ورغم كل المشاكل ورغم الأزمات اللي بتعيشها، مصر قوية، مصر قائد إقليمي، مصر فيها القدرة إنها تعمل حاجات كتير جدا. النهاردة لما كان أول حاجة عملها مصر من 2014 لغاية النهاردة إن الجيش المصري يبقى قوي ويسلح ويبقى عنده قوة، ليه؟ تحديث وتطوير. ربنا قال يا ايها اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. ليه؟ ما قالش عشان تحارب وتضرب، ترهبون به عدو الله الردع. هو كانت الردع. النبيل بيه، تحدثا بقى استكمالا للحظه دي، احنا عايشين في رمضان، تكتشف ان احنا بقالنا دي اكتر ثالث سنه يمكن ان المسلسل الذي استطاع نستحوذ على افئده الناس بكامل ثقافاتهم ومختلف الأعمار السنية هو الاختيار. اختيار واحد، اختيار اثنين، واختيار واحنا ثلاثة. في اختيار ثلاثة. ليه؟ الناس عطشة انها توثق للتاريخ الحقيقي وتسمعه، وفي لقطات حقيقية وبتبني عليها. أنا النهاردة السؤال بقى، أليس حرب أكتوبر جديرة بأن توثق وآن الأوان أن تفرج عن وثائق؟ لأن في قصص بطولات حضرتك بتقول أثرنا جنود، أثرنا سرية، أثرنا مش عارف إيه، ده كل واحدة من دي فيلم. لا ده احنا لو هنعمل ما حدث مثلا في حرب الاستنزاف، معركة الدبابات، معركة مش عارف إيه، معركة الممر إيه؟ شوف حتى فيلم الممر لما اتعمل إزاي رغم إن الممر ده معركة المزرعة الصينية، معركة المزرعة، وكان فيها المشير طنطاوي بالمناسبة يعني. دي لوحدها كل ده فيلم فيها
ملاحم يعني احنا بنشوف يعني كل بلد في الحرب العالميه مسلسلات على فكره يعني على خمس ست دبابات بيعملوا لنا فيلم عشان حرب اكتوبر مسلسلات يجب زي يجب ان يحدث زي الاختيار وكان وبعدين هي مليانه. وعايز اقول حاجه، الوقت لم يفت لسبب جوهري. انا لسه متفرج على فيلم لسه انتاج من سنتين فاتوا اسمه 1917 عن حرب العالميه الاولى. يعني ما زال حتى هذه سواء الحرب العالميه الاولى او حتى بيرل هاربر لسه الفيلم معمول من خمس سنين عن معركة بيرل هاربر وزي الأمريكان حولوا الهزيمة إلى نصر. راحوا لأن عملوا ميدوي بعد كده ردا على بيرل هاربر، راحوا عملوا معركة ميدوي. اللي أنا عايز أقوله إن إحنا محتاجين ده. بس مهم جدا، كنت عايز أضيف بس حاجة للأستاذ عادل الباشمهندس، إن حاجة مهمة جدا، ليه الناس ارتبطت مش كمان إنه توثيق الصدق. أيوه، فكرة الصدق الفني في نقل الواقع ده كان مهم جدا عشان الناس تصدقك. لان الناس لو ما صدقت يعني انت ممكن تقول اللي انت عايزه بس الناس ما تصدقكش، اعمل اللي انت عايزه الناس ما تصدقكش. هنا عندما تنقل للناس وخصوصا ان في جزء كبير جدا من هذه الاحداث عاشها بعضنا او كان شاهدا عليها او راى نتائجها بنفسه، يعني هنا ايه التلاتة بقى الواقع بقى ما يروى للناس يمس جزء من حياتهم بشكل او اخر بشكل مباشر. فلو تم التلاعب او تم اي لا يتمتع بهذا الصدق كان دي النتيجه عكسيه. كان نتيجه الحاجه الاهم بقى كمان جنب الصدق الفني والكفاءه الفنيه، وده بيقول لك ان فعلا السوفت وير المصري ايوه بقى سوفت وير شغال بجد. ولما يتحط في محكات فنيه لا ده سوفت وير جيد جدا ويقدر يعني اقول لك الاختيار ثلاثة. الاختيار الثلاثة أصعب في كل الثلاث المسلسلات أو الثلاث سنوات ده الأصعب. لأن نتائج أحداثه لأن هي نتائج أحداثه جزء منها عسكري أو مخابراتي، وفي جزء منها سياسي يتعلق بحياة الناس وبمستقبل الوطن ككل، مش عمليات تخص الجامعات، المهم مستقبل مصر ككل. فتداعيات ما عملناه أو ما يرويه المسلسل ما زالت تعمل على أرض الواقع حتى هذه اللحظة وتثمر نتائجها حتى هذه اللحظة فأنت بتتعامل مع أحداث لم تبرد بعد حتى لو في مسافة بين بدءها وحتى هذه اللحظة. الحاجة الأهم إنك ممكن تقع في مطب إنك بتحول العمل الفني لعمل تسجيلي ممل ويبقى فيه زعيق وخطابة وصريخ ووطنية لا ده انت مقدمه بمستوى فني جيد جدا بحيث الناس بتشوف الواقع رغم انه فن لكن شايفه الواقع بعين الفن وشايفه الفن بعين الواقع. فانت جمعت بين الاثنين الصعب جدا. يعني انت تتفق مع المزج العبقري ده انا بحيي بيتر ميمي بين اللقطات التسجيليه هاني سرحان قبل أيوه. محمد المهندسين احنا عايزين نشرك المشاهد معانا أيوه. المزج العبقري انت بتقول سوفت وير، المزج العبقري بين لقطات حيه مسجله بشكل ابطالها الحقيقيين والمسلسل ثم العمل الدرامي نفسه ومزج ومزجه اللي ما فيهوش اقحام وما فيهوش تقريريه يعني كده يعني ما فيش نفور او شذوذ. وفي حاجه مهمه كمان في هارموني بيخدم على بعضه. عاوز تعرف النجاح ده فين؟ بس الحته دي يا رئيس يا صديقي في حاجه مهمه جدا ان كل التسجيلات اللي قدمت هي تسجيلات حقيقيه. في ناس زمان او حتى الدعايات المضاده كانت تقول لك كلام مخالف او تحاول تنتقص او تنتقد او تقفز او تهاجم او تقلل الى اخره بلا توثيق. طيب ادي التوثيق، مش ده اللي كنا بنقوله وانتوا كنتوا بتكذبوا؟ طب ادي التوثيق. وتوثيق ايه؟ بالصوت والصور. الاتفاقات بالصوت والصور، الكلام اللي بتقولوه على مصر بالصوت والصورة، اللي بتقولوه بينك وبين بعض بالصوت والصورة. على عينك يا تاجر، عينك يا تاجر. اللي عاوز بقى يكذب يوريني نفسه، اللي عاوز يقول ان ده ما حصلش يوريني نفسه، لا اهو حصل اهو. وهنا بتقدم الحقيقة للناس في صحيح. انت عارف بقى ايه؟ في كوب رمضاني، يعني فكره ايه؟ عصير رمضاني كده بعد وانت جاي بعد ما تفطر عشان تبل ريقك. فبتقدم الوقائع
في مع عصير مع كوب من الخشاف الجميل. فالناس انا طبعا بحيي هاني سرحان جدا جدا جدا، المؤلف بشده على ايده، بيتر ميمي بقول له انت مخرج فعلا مخرج فكرة عظيم، فكره المسجد دي عبقريه بجد يعني وتنفيذها بحييك. طبعا طقم الممثلين بقى في اداء الادوار لكل الادوار في الحقيقه، يعني كل الادوار اللي ادت طبعا ده مصر عظيمه يا جماعه، السوفت وير بتاعها عظيم جدا جدا جدا. على فكره عند الفنانين فنانين بيأدوا ادوار هذا مستوى من الاداء الفني، على فكره مستوى عالمي باي مقياس يعني. طيب هذا المستوى العالمي الحقيقه في الدراما ما كانش ينفع يطلع حتى في الاختيار في الجزئين اللي فاتوا، لولا انه بيعبر عن نماذج وطنيه، ابطال حقيقيين بجد. واحد من هؤلاء الابطال اللي يمكن هز الوجدان المصري في قصتهم في الجزء الماضي كان الشهيد احمد منسي. انا طبعا يعني عايز اقول لحضرتك ان انا عرفت احمد الله يرحمه اهلاوي صميم يعني ابا عن جد، العيله كلها الوالد اخواته العيله كلها اهلاويه الحمد لله يعني. فهو لا كان اهلاوي صميم ومشجع جيد للاهلي وبيعشق النادي الاهلي. حكايه اهلي وزمالك في بدايه التعارف كان ليها قصه يعني من الحاجات الطريفه، هو الله يرحمه احمد اصلا كان بيتمتع بحس الدعابه او كان يعني سبحان الله على قد ما هو شخصية قوية وقيادية، في ناس متخيلة انه كان صارم وقاسي، ولكن انا بالعكس هو كان دمه خفيف جدا وبيحب فأول مرة في حياته يجي يشوفني أول مرة في التعارف بالظبط في نفس المكان اللي احنا قاعدين فيه هنا في نفس الشقة بالظبط. كان سبحان الله هما طبعا يعني بيجي على الساعة 7 8 كده آخر النهار وكده، فطبعا كان في ساعتها في ماتش أو مباراة أهلي وزمالك طبعا يعني زي نظام المجتمع بتاعنا، هو جه وقعد مع والده ووالدته وبابا وماما وانا العروسه جوه بقى فسلمت ودخلت وقعدوا بقى خدوا ودوا في الكلام لحد لما خلاص بقى يعني جه الوقت اللي لازم العريس بقى يقوم على العروسه يدخلوا يقعدوا يتكلموا مع بعض يتعرفوا كده جلسه تعارف بقى. ساعتها والدي بيقول له يعني قالوا لا في النص يعني لما الشوط كان الشوط الاولاني خلاص يعني فاضل له، قال لا معلش اسف بضحك طبعا يعني قال لا بين الشوطين يعني لدرجه انه مش قادر من كتر ما هو متابع وقاعد ومشدود وبيشجع طبعا الاهلي، فهو مش عايز يخسر وفعلا في قام بقى بعد في النص قام بقى قعدنا وكان ساعتها انا فاكره جدا من كتر ما بابا لاحظ انه اهلاوي ومتحمس بجد، كان كل ما الاهلي يجيب جون يخش لنا يفرح يسلم ويرجع تاني يعرفه احمد الاهلي جاب جون يعني كان بيفرح. الحمد لله ان يوميها الاهلي كسب المباراه يعني فيمكن عشان حتى وقعد يقول لي وشك حلو يعني في أول جلسة كان يعني اليوم انتهى بسعاده جدا يعني سعيد من كل الجهات وفرحان طبعا الفريق بتاعه. كان متابع الكره باستمرار طبعا يمكن عشان ظروف شغله كان مش بيعرف ينزل في وقت يتفرج زي اي شاب على القهوه او مع اصحابه، كان احيانا كتير بيبقى في عمله، لان طبعا كان بيتابع وكان بيهتم ولو كان موجود كان بينزل طبعا الاهلي بالذات عنده كان لا لازم يتابع ولازم ياخد باله ولازم حتى لو مش قادر بيتابع على مواقع التواصل وكده النتيجه. طيب ده جزء من برنامج رد الجميل في حلقه النهارده، صديقنا العزيز الكابتن اسامه حسني عمل هذه الزياره لاسره البطل الشهيد احمد منسي، دي اسرته دول اولاده وواضح جدا مدى تعلق الشهيد الكبير بالاهلي. بس عايز لازم بشيء يذكر حضرتك، وهنا بقى المزج المهم لفكره القوى الناعمه. احنا عمالين نتكلم على الاختيار وعمالين نتكلم على 6 اكتوبر 10 من رمضان وعم 6 اكتوبر وعمالين نتكلم على قصص ملحميه وبطولات ونحن في قناه رياضيه تخص النادي الاهلي، فهذه اللقطه بتجسد هذا المعنى هذا المزج في القوى الناعمه. القوى الناعمه ما هو جزء منها رياضه وجزء منها فن ده الجزء منها الفاعل منها كمان وجزء منها الشارع المصري والمود بتاعه. اللقطه دي انا اراها بجد لقطه مهمه جدا لانها همزه وصل بين قصة ملحمية لبطل
عاش في كل البيوت من أكثر من موسم، بقى قدوة للشباب المصري، ثم مزجه بالرياضة، ثم مزجه بالنادي الأهلي في هذه اللقطة المهمة جدا. أحيي طبعا برنامج العزيز أسامة حسني، وقطعا شفنا من هذا الكلام حاجة تدخلنا في الرياضة شوية. لا بس ماشي. أنا عايز أقول حاجة من غير ما أقطع كلامي. عايز أتكلم بقى عن النادي الأهلي. ده النادي الأهلي، مش إن الشهيد أحمد المنسي أهلاوي، لا، هذا الأهلي مش قلعة رياضية فقط. أيوة. قلعة رياضية، قلعة مجتمعية، قلعة ثقافية، وفي النهاية أو تحت عنوان أشمل، قلعة مصرية، قلعة وطنية مصرية بالمعنى الحقيقي. يعني فكرة إنها تروح للبطل أحمد المنسي وهي قناة رياضية، لأن الأهلي هو مصر بشكل أو بآخر، بيمثل هذا الوطن بشكل أو بآخر. طبعا مع كل الأندية، والقرية بتاعت جلاء بيه، أنا بتكلم على على السيد، يعني بتكلم بشكل يعني. فده الدور، هذا الدور، وهذه هي المهمة، وهذه هي الوظيفة، وهذا هو معنى النادي الأهلي باختصار شديد. أستاذ جلاء، وإحنا في أثناء عرض لقطة أسرة الشهيد أحمد المنسي، أنت فكرتنا أن بعلي السيد واحد من الجنود الأبطال اللي كانوا برضو الاختيار أظهرهم وكشف عن بطولتهم الحقيقية، علي السيد والكمين بيتضرب، جندي بسيط بلدياتك من جمالية، ده أهلية بلدي، وأسرته موجودة في الجمالية، وكل الجمالية بتفخر أنه من أبناء الجمالية، وأهلاوي على فكرة. والشهيد علي السيد يعني واحد آلاف المصري الأبناء الجمالية زيه، لكن كشف عن معدن غير طبيعي. علي السيد كان حامي كل الشهداء اللي ماتوا، محدش قدر يقرب منهم بسببه. وخد كم طعنة، كم طلقة، كنا عايزين ياخدوا الجثث، وعايزين ياخدوا الجثث، وهو واقف يحميها ويتضرب، وواقف برضه، والضرب كمية رصاص كتير، كمية رصاص قد ايه. كيف ألهم هذا النموذج شباب قريتك؟ بلدنا بقت مدينة دلوقتي، لكن هو مش ألهم، ده هو خلى النموذج ده اللي خرج طاقات غير عادية من الشباب. أنا لما رحت وأنا بنزل يعني أشوف الناس، أنا لو تبص أنت على الناس وهي فخورة على السيد، ده إنسان عادي جدا، يا ريتنا كنا احنا. أيوة، بسيط جدا، وعلى فكرة يعني شاب بسيط ومن أسرة طيبة وعادي جدا، مصريين طيبين. لكن تخيل أنت في اللحظة، اللحظة دي، إن شعب، إن أهل الجمالية كلهم هم على السيد، ما عمره ما قال لك ده من عيلة إيه، وعمره قال ده من حتة فين، لا، كله من الجمالية، كله من بلادنا. ليه؟ لأن التفخور بنموذج. على فكرة النموذج ده موجود، احنا قدمنا شهداء كتير في حرب اكتوبر، ناس كتير جدا من بلدنا شهداء كلها في اكتوبر، كل الكره وكل شهيد قدمته مصر هو مصر. هذا الشهيد، لكن ده الشهيد ده بقى انت عشته، ايوه اللي هو جاي بقى في الاخر يقول لا، البلد دي نموذج لمصر، نموذج نموذج لمصر، نموذج. انت عارف كل ما يحدث في مصر تلاقيه في بلد زي بلدنا، نموذج حقيقي لمصر مصغر على قد كده للي بيحصل كل في 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 جمهوريه مصر العربيه كلها. تلاقي كل النماذج الانسانيه الاجتماعيه الوطنيه، زي ما كان بيتكلم دلوقتي الرئيس، بيتكلم عن ان النادي الاهلي قلعه، قلعه اجتماعيا انسانيا وطنيا، قناعه مصريه حقيقيه. نفس الحكايه هتلاقي في بلدنا، قلعه، لكن الاهلي بقى هنا الاهلي سوفت وير مصر، تعبير ممثل السوفت وير المصري بمعنى الحقيقي. بمناسبه ده هقول لحضرتك على حاجه، من يومين بتفرج على اعلان الفنانه الكبيره سعاد يونس، وهي بتتكلم في اعلان معنا عن ولد اتفرج على ماتش الاهلي اطفال السرطان، هتعمل ايه النهارده؟ بتقول له النهارده في مباراتين، الاهلي والمصري والزمالك والمقصه، لها هتفرج على الاهلي. انت اهلاوي؟ انا اهلاوي جدا. ففكره حتى طفل صغير عنده هذا المرض اللي عين ربنا يشفيه ويشفي كل المرضى يا رب، لكن الى هذا الحد يا استاذ نبيل الاهلي عنده هذه البصمه على الوجدان العام. حتى ما قلنا اصل دي مرتبطه بتاريخ الاهلي. احنا قلنا لما الاهلي اتاسس سنه 1907 هو كان، احنا عندنا الحركه الوطنيه المصريه، احنا تم احتلال مصر 1882،
في 5 6 7 سنين كده المجتمع هبط هبوطا شديدا، الناس مش قادرة تستوعب اللي حصل، ثم بدأت الحركة الوطنية المصرية تتبلور تبلور نفسها وتطالب بالاستقلال، وبدأ مصر تعيد عايزة تعيد اكتشاف نفسها. فكان تأسيس النادي الأهلي جزء على فكرة من الحركة الوطنية المصرية اللي هي بدأت في نهايات القرن 19 وبدايته. يعني عملنا الأهلي 1907، عملنا الجامعة المصرية 1908، هتلاقي اللي انتهى بقى بثورة 19، يعني كل ده كان إرهاصات لحركة لبلورة حركة وطنية. هنا بقى لما نيجي نقول إن النادي الأهلي كان دوره أساسي في تمصير الرياضة المصرية، سواء الاتحادات سواء في لعب الكرة. يعني التيتشر لما راح بره الدورة الأولمبية وشاف الهوكي قرر أن يعمل فريق للنادي الأهلي هوكي عشان يكسب الإنجليز. يعني هدفه مش أنه يدخل رياضة الهوكي، لا، هو هدفه أن يكسب، لأن دي رياضة إنجليزي متفوقين فيها. فأنا بقى هعمل في النادي الأهلي وأكسب بيها الإنجليز، ملمح من ملامح المقاومة. فدي جزء من ملامح ففكرة ارتباط الأهلي بالفكرة المصرية. وعلى فكرة حتى في أندية في مصر مرتبطة برضو بالمعنى، يعني مصر البورسعيدي مرتبط برضو بفكرة المصري. مظبوط، وده أسر شعبية، مش من أنه من بورسعيد بس، لا ولأنه يحمل اسم المصري. فعشان كده رغم أن بيحصل يعني رغم أن بيحصل بعض العصبيات في كرة القدم، لكن نحن نقدر المصري بتاريخ المصري، لأنه كيف في كيفية نشأته أيضا. بهذه الكيفية يعني فده سر، فبدأ الأهلي شعبيته تكبر وطنيا ورياضيا. يعني فكرة ان احنا بنمصر الرياضة المصرية، احنا طول الوقت بندافع عن مصر باسم الرياضة. فبدأ المصريين ينحازوا لهذا النادي الذي يمثلهم بدرجة اكبر، بنفس القيم اللي حضرتك بتقول عليها، القيم الوطنية اللي هي المصرية والأصالة واستنفار ما هو جيد ويمكن أن يخلق شخصية سليمة. وده يبان في الفاوندرز اللي هم الذين أوجدوا الفكرة، اللي هم عمر لطفي ومصطفى كامل. يعني بدأوا بالسياسة ثم قلبوها بالرياضة. ما احنا قلنا السوفت وير عبارة عن ايه؟ زي ما انت قلت، سياسة ورياضة وثقافة واجتماع ودين. ما ده السوفت وير، دي المكونات، الباكج على بعضها. يا سيدي احنا برنامج رياضي، احنا برنامج رياضي. نص الوقت لغايه دلوقتي عدى مش رياضه. عدى في ايه؟ مصر فرحانين باليوم. مصر جزء الرياضه، جزء من الحياه المصريه. الرياضه جزء، الرياضه جزء القوى ناعمه. فانت النهارده رغم ان احنا برنامج رياضي وقناه النادي الاهلي، لكن نصك لغايه دلوقتي فرحانين بالعاشر من رمضان، بالاختيار، بالقوى الوطنيه. اللقطه اللي جبناها باحمد منسي، اللقطه اللي جبناها دي ارمله الشهيد وهي تذكر ببشاشه، دي نقطه لفتت نظري، انها فخوره الى درجه الارتياح ان جوزها قدم روحه، لان كمان المجتمع كمان قدمه بصوره. وانا لو حطيت نفسي مكانها هحس انها بتقول عشان ولادي يطلعوا هو كده يفخروا. هو ده المعنى على فكره، هو ده المعنى اللي وصلت له. انا يعني وهي بتقول انه كان دمه خفيف لكن كان مصدر سعادته النادي الاهلي، وما قدرش يتخلص من هذه اللحظه وهذا الانتماء. وهو بيتقدم لها ويقول لحماه استنى بس اما الماتش يخلص، فحماه بيطمنه. الحاله دي اللي اسره مصريه بسيطه وجواز صالونات بيقعدون مع بعض، وبتحكي لك عن بيت مصري اصيل. هو ده من الطبيعي على فكره. ودور الاهلي في هذا البيت الذي ارتسمت البسمه يوم مكان الشهيد العظيم احمد منسي رايح يخطبها والاهلي كسب، فالسعاده. اللحظه دي بقى يا جماعه الاهلي، عشان انا بقول لجمهورنا، الاهلي يا جماعه راسم بسمه واحيانا يكون مصدر ألم. ده شيء طبيعي، ده رياضة، ما دي رياضة. لأن الذي اعتاد، خد بالك من الجملة دي، حطها الذي اعتاد، النصر والتفوق يألم.
لأول كبر مع أي إخفاق، مع أول كبر. فأنا بس أحيانا الثقافة الجديدة إن إحنا بناخد هذا الألم ليطغى ويصبح هو العنوان الرئيسي في مشهد. لحظة، إحنا ماتش المصري اللي فات خسرنا، وأنا لسه بقول لإبراهيم أنا ما انزعجتش لما خسرنا من سان داونز هنا، لأن كانت هزيمة ظروف مش هزيمة مستوى، لكن هزيمة المصري كانت هزيمة مستوى. الله ينور عليك في هذا التعبير. مظبوط. فدي أزعجتني، لكن عايزين ناخد من هذا الإزعاج إيه؟ إيه الدرس اللي ممكن ناخده من هذه اللقطة؟ وهل هي تعبر على إن هو ده الأهلي، ولا إن دي لحظة بإذن الله تكون عابرة؟ ولا نبتدي بأستاذ جلاء وبعدين أولا الكرة بشكل عام. لازم نتفق إن الكرة ارتفاع وانخفاض. مفيش كرة في العالم، مفيش فريق في العالم، وإلا كنا بقت مزايا كلها واحده في العالم. الاهلي زيه زي اي فريق عالمي كبير جدا، له طفرات قويه ناجحه وله بعض الكبوات. مد وجزر. مد وجزر. الحمد لله ان المد بتاعه اكبر مش الجزر. الحمد لله ان النجاح دائما الاهلي، اقرا التاريخ هتلاقي الاهلي اكبر من يفوز بالدوري، اكبر من يفوز بالكاس، اكبر يفوز بكاس السوبر، اكبر من يفوز في افريقيا. يعني هو صعب الارقام القياسيه، هو صعب الارقام القياسيه، لكن على مستوى مصر وافريقيا. لكن الهزيمه زي ما انت حضرتك قلت في موضوع المصري ده كانت مستوى. المستوى هنا مستوى مين؟ مستوى اللاعب. انا ابني بالنسبه للاعلام مراتي، انا عرفت النتيجه، الاعلان بيتعمل، انا بتفرج على التلفزيون ما بتفرجش على الماتش، بس مراتي ماسكه التليفون كل شويه وما بتحبش تقول لي النتيجه. بس صدر منها حركه عفويه والولد بيقول انا النهارده هتفرج على الاهلي والمصري. قالت له انت اهلاوي؟ قالت له بس يا خساره. طلعت الكلمه دي قلت لها عرفتيني النتيجه قبل الماتش ما يخلص. هي زعلانه، طلعت ليه؟ زعلانه على الولد اللي قال لها انا هتفرج على هو المستوى. هنا انا بكلم حضرتك في المستوى الفني، لو نتكلم على المستوى الفني في الاهلي، المستوى الفني كان فين؟ الأهلي ما كانش موجود في ماتش، غاب الأهلي عن المباراة لأسباب كان واضحة جدا، إن على الأقل في ثلاثي مهم ما كانش موجود. هم في الملعب بس ما كانوش موجودين في الملعب كأدوار. قفشة بيلعب فين؟ أحمد عبد القادر أنا قاعد بتفرج بالصدفة في مكان، كل اللي قاعدين فين؟ أحمد عبد القادر فين؟ احمد عبد القادر فين؟ احمد عبد القادر فين؟ احمد عبد القادر فين؟ لما نزل احمد عبد القادر هناك بعض الملحوظات او النقاط الفنيه الحقيقيه، سواء في اداره المباراه او في مستوى اللاعبين نفسهم. بعض اللاعبين ما كانوش موجودين، بعض اللاعبين اما ان يكون لديهم ضغط نفسي او فاثر على ادائهم الفني البدني، أو إن في بعضهم كان مشتت الذهن لسبب ما. لأن أنا عارف قدرات هذا اللاعب، مش شايفها. الميس باس من لعيبة، يعني أنا يعني بحب التحليل وبحب إن أنا أبص على الأرقام وتستدعي ذاكرة النقد الرياضي. طبعا. فبص على الأرقام فألاقي إن اللعيب ده 10/10 باص بتاعه 10/10، أفاجأ إن الميس باص بتاعه 90%. منين؟ ليه؟ فين؟ هنا الأهلي كان هناك خلل ما فنياً وفي إدارة الفريق من بره. زائد، ولابد أن أقول زائد، دي التحكيم. هنأجل التحكيم لحظة، لا بقول لك زائد، لأن عايزين، لا ما أنا معاك، لأن التحكيم إحنا ابتدينا بيه أثر، لأن التحكيم أثر تأثير مباشر على الأداء وعلى كل المنظومة. حتى سعد عبد الحفيظ انفعل، المدير الفني والمدربين شايفين حاجات مش طبيعية بتحصل قدامهم، اللاعب نفسه اللي اتضرب في إيده بضربة قوية والحكم ولا هو هنا خالص، في حاجات كتير جدا حصلت. انا مش من هواتي ان انا ارمي على الحكم، بالعكس انا حتى وانا قدمت كمحرر رياضي قدمت الاسباب انا كمحرر رياضي كنت دايما اقول
يعني كان ده استاذ احمد مكاوي. ايوه الله يرحمه. الله يرحمه. هو اللي علمها لي. ما تحطش دايما الحكم رقم واحد. خليه في الاخر. فكان الحكم ما كانش يعني ما كنت انا مش لكن كان تاثيره كبير جدا حتى على الروح العامه في الفريق. فعشان كده انا بقول لك نمره واحد اللعيبه، نمره اتنين اداره الفريق من بره، نمره ثلاثه التحكيم، نمره اربعه عوده الجماهير الحقيقيه للملاعب. لابد ان تعود، لان احنا اللي بيفرقنا بجد، ويفرق الكره المصريه بجد، ويفرق الاهلي بجد جماهير الاهلي. ده كلام مهم جدا من الاستاذ جلاء، لكن المؤكد ان الاستاذ نبيل عمر هو الاخر عنده روشته مهمه بعد الفاصل. طيب رجعنا لكم، وهنرجع بقى المره دي ونباص الكوره لواحد مصنف انه كاتب اجتماعي سياسي مفكر و و و و، ولكن ما تعرفوش هذا الرجل رياضي كروي حتى النخاع، عنده اكبر واول مكتبه خاصه بطرق لعب كره القدم، وهيكلمنا على اللي حصل في المصري وتاثيره على المشوار الافريقي القادم. هو مشكلة مباراة المصري، انت عندك اولا نزيل مكتبة ولا انا بفتي؟ لا لا، انا عندي مكتبة قروية عندي بقى لها اكتر من تقريبا 40 سنة. يعني انا بلم كل الكتب اللي تتعلق عشان الناس بس تسمع وتعرف انت بتتكلم ليه، بتكتيك كرة القدم وخطط كرة القدم والتدريب والمساحات وكل ما يتعلق، لان الاول كانت مجرد رياضة ناس بتلعب وتنظم اللعيبة بس، فكانت المهارة أهم. فكانت المهارة أهم، ثم بدأ بعد كده بما أنها لعبة جماعية والمهارة الفردية مهما تفوقت مش هتقدر تغطي العشرة الآخرين. طب إزاي العشرة يتحركوا مع بعض أيا كان مهاراتهم ويقدروا يغلبوا مهارات. عشان كده احنا شفنا فرق كتيرة جدا ممكن تبقى مهاراتها أقل، لكن زي مانشستر امبارح، مانشستر سيتي وليفربول، مؤكد ان مهارات لاعبي مانشستر سيتي الفرديه اعلى من مهارات لاعبي ليفربول، لكن كانوا لاعبي ليفربول في المباراه على نفس القدر من الكفاءه في المباراه ككل. دي طريقه لعب ودي طريقه لعب، فبدا يتحول الى علم في كيفيه فتح المساحه واغلاق المساحه وصناعه الفرصه واغلاق فرص التهديف. فبدا بقى التدريب والبتاع والسرعه، يعني زمان اللاعب كان بيجري 3 4 كيلو في الماتش كله، دلوقتي بيجري 10 كيلو، يعني ال 20 لاعب يغطوا الان، ال 20 لاعب في الملعب بيغطوا الان 200 كيلو في المساحه دي، تخيل بيجروا 200 كيلو في المربع ده المستطيل ده. فيبقى معنى ذلك ان كل سنتيمتر في الملعب ده متداسك قد ايه؟ طب في ظل الزحمه دي تخيل 200 كيلو في المربع، 200 كيلو. طب اخلق المساحه ازاي واضيق المساحه؟ حدوته صعبه جدا. اهم حاجه في كره القدم والناس كتير ما بتاخدش بالها منها، اللياقه الذهنيه. ايوه. ان ذهن اللاعب يبقى اوير، يبقى متفتح. يعني مثلا انا وانا بستلم الكره في نص الملعب او ورا او اي مكان، انا هبصيها يمين ولا شمال؟ انت بالنسبه لك انت شيء طبيعي، بصيها يمين او شمال، ما هو الاول الواحد فاضي. القرار يختلف. لو انت خدت بالك من كرة دي بروين في الجون الثاني لمانشستر سيتي، هي تمريرة عنده واحد شمال واحد يمين واحد، لكن ازاي عمل تمريرة صلاح لساديو ماني في جون التعادل؟ قرار قرار وتمرير، كان يقدر يبصيها لأقرب واحد، لكن لأنه لياقته الذهنية عالية قوي. نتكلم بقى عن اللياقة البدنية، واللياقه البدنيه مستجيبة. تقدر تنفذ مستجيبه، تقدر تنفذ اللي انت بتفكر فيه. فالكوره هتمشي بالطريقه دي، لان انا ممكن ذهنيا هنا بقى التكامل، فكره ازاي اللاعب وانا بدربه يعني ايه الفرق بين مدرب ومدرب. انا بس عايز اكد على المعنى اللي بتقوله دي، ان القرار واللياقه الذهنيه واللياقه البدنيه قالها بإيجاز عبقري زين الدين زيدان وهو بيبطل. قال لهم ليه؟ لأن الجسد لم يستطع أن يستجيب لقرارات الزعيم. صح. الإشارة اللي جاية مش هنا بقى المدرب. إيه الفرق بقى من المدربين اللي قدامك دي كلهم؟ ليه جوارديولا أحسن مدرب في العالم؟ وليه كلوب؟ لأنه بيقدر يخلي اللاعب وهو بيدربه قبل ما يخش المباراة بيعمل نوع من التكامل،
بين لياقته البدنيه سيبك من المهاره خلاص المهاره مش حاضر مش ما بقدرش اغير له فيها بغيرش فيها كتير بين لياقته البدنيه ولياقته الذهنيه والنفسيه والقرار في ما دي كلها تحتاج قرار. هنا بقى في كمان في حاجه مهمه جدا الانترفيو يقول لك المدرب عمل محاضرات مع اللعيب هو المحاضرات هي هي محاضرات تثقيفيه فكره انك تبقى فاهم الملعب يعني مورينيو مثلا على سبيل المثال بيدي محاضراته بيقسم الملعب مربعات ويقعد يشرح للعيبه ككل يعني ايه اهميه كل مربع في الملعب ده ايه اهميته في حاله الدفاع ايه اهميته وانا بدافع بهاجم يعني وانا لو الكره انا اللي بدافع الكره مقطوعه في اليمين او في الشمال يبقى فين المربعات اهم في الدفاع عشان ما اخليش هجمه الخصم تكتمل ما هو مش هدافع ازاي طب ما ممكن تكتمل الهجمه طب ازاي انا منحمل طب انا لو بتقطع هنا لو بتقطع في نص الملعب لو بتقطع في الجانب الايمن او في الجانب الايسر طب لو غلطت في تمريره في نص الملعب ازاي يعني اعرف ازاي يعني في على كل حاجه ليها اسس وليها بتاع انا في ماتش الاهلي والمصري من اول خمس دقائق اكتشفت ان لعيبه الاهلي خارج اللياقه الذهنيه تماما قعدت افكر هل هم ما جهزوش صح ده جزء هل في توظيف ما هو انت ممكن توظيف غير صحيح يعني انت ممكن احط اللاعب في موقف ما عارفش يتصرف فيه يعني حضرتك انا محرر رياضي حضرتك طلبت مني النهارده اكتب مقال ثقافي عدلت في دورك طب يا جماعه هاديه ازاي ممكن ما انا بعرف لغه وبعرف لكن هل اعرف اديه صح هل اقدر اديه بجوده ان انا اكتب مقال رياضي اللعيبه كده في بقى مدرب عبقري زمان اخترع الكرة الشاملة اللي هو ميشيل ميخلز بتاع هولندا اللي هو كل ده طالع منه كل اللي انت شايفه ده كل اللي انت شايفه ده من حالي كل الكرة الحديثة دي كلها طالعة من اللي حصل في 74 طولة كأس العالم 74 فهنا بيحصل ايه ان اللياقة الذهنية لازم تبقى اوير ولا انا مكلف اللعيبة بأدوار ممكن ما يعرفوش يأدوها يعني انا فعلا كنت محتار زي ما قال الاستاذ جاب الله ان ده ايه دور قفشه وايه دور ميكيسوني وايه دور بيرستاو في مباراه المصري الثلاثه ما انا مش عارف اماكنهم في الملعب ايه بالظبط انا ممكن عايز الخبط الخصم بس كمان ممكن الخبط الخصم فتلخبط انا اتلخبط انا انا الهدف النبيل اذا ما واكبوش تنفيذ جيد بغض النظر هنا على فكره ما بتكلمش كان مستواهم جيد او رديء مش ده اللي انا بناقشه انا بناقش هل هم عارفين هل هم مكلفين بمهام مش متلخبطين فيها لا انا رايي ان كان فيهم جزء من اللخبطه عشان كده انت قلت مستوى لان الاهلي كان لان وجود الثلاثي ده بدون اداء مهام حقيقيه في الملعب افقد الاهلي نصف الملعب فبدا هم في حاله الهجوم دورهم مش باين عشان كده لما تيجي تقول والاهلي له كم هجمه خطيره في المباراه بتتكلم عن عدد محدود وضئيل وملوش معنى طيب ليه الهجمات المرتده للفريق المصري كانت تتسم بخطوره في اوقات كتير لان ادوارهم الدفاعيه برضو مش باينه فاما تبقى 30% من فرقتك رغم ان الارقام الاستحواذ عندك حتى لو انت هتساعدك 90% ملوش معنى عشوائي استحوذ لكن انت ايه لكن انت 30% لا بيدافع ولا بيهاجم طب لا مؤاخذه يعني طب عشان ما تسودش الدنيا على الناس بقى لا انا بس انا عايز اقول بس ده بيحصل انا عايز اقول بس يا ريس ده بالعكس ده انا مبسوط جدا انت طلبتني اثناء المباراه وانا خفت ارد عليك واخد بالك انا دلوقتي انا عارف انت بتشرح ايه لكن هل ده معناه دي حاجه فرديه لحظه واحده حالة شاذة حالة استثنائية ولا هتمتد لا دي حالة استثنائية جملة دي حالة استثنائية بس هو اللي انا عايز اقوله بقى الجمهور عشان انا عايز اخاطب الجمهور بس كده فكرة انك عندك فريق هيقدر يلعب كل مبارياته بنفس الكفاءة وبنفس المستوى واللياقة الذهنية هذا هو اللياقة الذهنية هذا هو المستحيل بعينه ولا يوجد يا راجل يا طيب يا جمهور يا طيب
بايرن ميونخ مغلوب من 4-5 أسابيع 5-1 من فرقه بايرن، وما ادراك ما هو البايرن. انت عندك تشيلسي مغلوب من برادفورد 4-1، مش من اي مش من فرقه من الفرق المقدمه. يعني عايز اقول انك حتى النتائج الثقيله يعني احيانا يعاير حادثه، حتى يعاير لعيبه الاهلي احيانا او جمهور الاهلي بماتش سان داونز. وات داز مي ناثينج تحصل فتح الفاتح سنه عائلات حادثه وبتعدي او تعدي. لان انا فرق القمه تتعرض دائما لهذا، لان انا ما اقدر. احنا نتخيل هنا بقى نقدر نتكلم حق الجزء الانساني، نحن نتخيل اللاعبين ماكينات بدوس على زرار بدوس على زرار يؤدوا، اوتر الزرار يبطئ. ده مش صحيح، ده بشر يعني، ممكن يبقى متضايق، مش تعبان، ايا كان عنده مشكله عائليه، عنده مشكله عائليه، عنده اي سبب اوف داي بتاعه في الكوره، حتى الكوره مش عايزه تطول النهارده. يعني ده موجود. ففكره ان احنا يبقى مطلوب مننا ان احنا نكسب 100% من مبارياتنا، ده مستحيل. لازم نتعادل، لازم نهزم، لان من الهزيمه فيها ميزه كمان، انك تعلمك كيف تنتصر. ايوه، الانتصار الدائم ينسيك اخطائك، يخليك ما تعرفش تكسب. ايوه طبعا. لكن لا، عندما تحصل الهفوه انا بقدر اعمل قدر من النمو اللي بيحافظ لي على التفوق الدائم. بالظبط. تعرف حضرتك التصور. انسانيا أيوة. لماذا الالم مهم؟ ده مهم جدا، لانه بيفهمك المرض. لما فيش الم مش هتعالج حاجه، بينبه لخطر كامن كمان. فالم الهزيمه وده اللي احنا عاوزينه، ده اللي احنا عاوزينه في ماتش الرجاء. وفي حاجه مهمه جدا عايز اقولها للجمهور، مهم جدا 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 جدا، نحن نلعب. ازاي بقى تقنع الناس؟ انا بقول للناس كلها، لا اهلي، زمالك، اسماعيلي، مصري، ايا كان الفرقه، محله. وبالنسبه للناس، الاهلي لا يلعب، الاهلي يحقق الالقاب. نحن نلعب. يعني لازم في النهايه نحن نلعب. انا اسعد جدا لما فرقتي تكسب، ويا سلام، واحزن لما اهزم، لكن في حدودها. يعني انا يوم من الاهلي اتغلب من مصر ضايقت لمده ساعتين ساعه وخلاص، لكن عارف انها رياضه. يا بختك. لا انا بعرف اعمل ده كويس، لاني فاهم اصل فاهم انا فاهم بس برضه بدي انا بقول للجمهور انا فاهم انها رياضه. لا بس هي بتختلف من شخص لشخص. لا هي والله انا وعندنا في ناس بتبقى حابه بتحب تبقى وفكره جلد الذات. لا في بعض بعيدا عن ده وده، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنبدا ننظر الى مباراه الرجاء وماذا ينتظر الاهلي يوم السبت ان شاء الله بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومستمتعين بهذا الحوار الثري. الحقيقه بداناه واحنا في رحاب العاشر من رمضان، ثم انتهى ونحن في الانتظار لمباراه السبت الاهلي والرجاء المغربي. استاذ جلاء، خروج الاهلي من هذا اللقاء المحلي بهزيمه، الكل اجمع على انها هي هزيمه مستوى، كيف يمكن اعداد فريق يخوض مباراه بهذه القوه دفاعا عن لقب كبير بالنسبه له؟ عاوزين نتفق برضه، في مستوى سبب في هزيمه، ولكنها ليست حاله. ايوه، هي موقف، حاله، ظرف طارئ، ليست حاله، ليست حاله الاهلي. جمله اعتراضيه، لازم جمله اعتراضيه والعوده الى الاهلي. ايوه، كنا بنتكلم الكلام الثري الجميل اللي كان بيتقال دلوقتي من مفكر سياسي في الكوره، الكلام انا عاوز اطبقه على الاهلي. عاوز اقول ماتش الرجاء اللي جاي، نمره واحد، الأخطاء التي وقع فيها الأهلي فرديا وجماعيا لابد أن يتم العلاج. وأنا بقول علاج، ما قلتش، أنا بقول علاج. ليه علاج؟ لأن الحالة المرضية الطارئة تحتاج إلى علاج سريع. والأهلي نادي كبير ومليء بالنجوم وإمكانياته عالية جدا، ومن الظلم لينا أن احنا نقف ونبكي على مباراة، لأن دي كرة. لكن من الظلم الأكبر ألا نعترف أن هناك خلل، ومن الظلم الأكبر ألا نعالج هذا الخلل حتى لو على حساب أي حد. ليه؟ ماتش الرجاء بالنسبة لنا، الرجاء مش فريق سهل. الرجاء لا، حقق أعلى نسبة تهديف في دوري المجموعات. الرجاء فريق
قوي ويستطيع ان يصل الى المرمى. ولدي شعبيه جارفه. لا صحيح. يستطيع ان يصل الى المرمى. انا بتكلم على امكانياته، يستطيع ان يصل الى مرمى الخصم. الاهلي لديه دفاع قوي ودولي، ولكن هناك بعض الاخطاء البسيطه التي يجب ان يتم علاجها مع مراعاه المهاجم. المهاجم اللي جاي لك. الاخطاء في الهجمات المرتده الناتجه عن ميس باص او ناتجه عن الدفاع الاندفاع ده، دي اخطر حاجه بالنسبه للرجاء ويجب ان نتنبه ليها. احنا محتاجين رؤيه هادئه جدا. احنا الامكانيات والتركيز في المرحله في الماتش الجاي، على فكره احنا مش هنجيب حاجه من بره، احنا عندنا امكانياتنا، عندنا لعبتنا، وعندنا قدراتنا. موسيماني قبل كده عامل من التوليفه دي نتائج رائعه. يعني الحته دي انا عايز اوقف برضه عشان اسالك سؤال. انت بتقول محتاجين علاج الاخطاء، محتاجين رؤيه، محتاجين ونبيل بيه قال لك تنظيم حركي معين ومربعات موسيماني تراه يملك كل هذه الادوات التي يمكن أن يعالج بها؟ حقق بها قبل كده. يعني ترى يا باشا، ما هو أصل الواقع يقول ده هو أنه الرجل المهام الصعبة. أنه فعلا عمل ماتشات كبيرة في وقت ما كانش حد متوقع. أيوة. ولسه بطولة العالم لسه قريب أهو، وعمل ده إذا يملك يبقى عايزين نركز ونحافظ. أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة. الأهلي يملك اسم وتاريخ ومكانة، والخصم عارف انت مين، بتاع مين. تاني مرة واحد، جهاز فني يملك القدرة والإمكانيات الفنية، لعيبة تملك القدرة على الفوز والقدرة على الدفاع عن 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 مرماها، ولكن زي ما قلنا القرار في الملعب، القدرة الذهنية، كيف تترجم القدرة الفنية مع القدرة الذهنية في اتخاذ القرار وتنفيذ التعليمات. يا جماعه عشان تبقى المساله، ممكن تيجي تقول ايه، ما هو شوت فتلاقيه بيباصي تقوم تقول له في الفاضيه، في الفاضيه مش بيزحمه او بيرقص. على فكره هو ده القرار، وعلى فكره دي عبقريه محمد صلاح من الاخر كده. ايوه القرار عنده. على فكره هو كويس. في 10 دكاتره واخدين دكتوراه، عندهم علم، اطباء وعندهم علم وممتازين، بس في واحد عنده اتخاذ القرار، لابد من اجراء جراحه دلوقتي. التاني يقول لك استنى، اصل اجراء وده ينقذ حياه. هي نفس الحاله في الكوره، هي نفس الحاجه في الصحافه، انك انت لا في الحياه بشكل عام ولذلك اتخاذ القرار في الملعب دي تدريب ذهني، زي ما انت بتدرب نفسك تدريب عضلي علشان تبقى عندك قدرات عضليه وبدنيه جيده، في تدريب ذهني، في تدريب على التعامل مع تعليمات المدرب. المدرب مش هينزل على مكانك، لكن انت بتاخد تعليمات من المدرب بتنفذها. تنفذها ازاي؟ انت فجاه بتلاقي عندك لعيبه بصراحه انت بتبقى تضطر تسقف لهم على طول. نفس اللاعب بيبقى عنده حاجه تانية. هي ايه؟ لازم ندرسها، لازم عندنا خبير نفسي، لازم عندنا خبير نفسي. الخبير النفسي ده مش قضيته انه مش طبيب نفسي هيعالجني عشان مريض نفسي، اقعدش انا مريض نفسي. الخبير النفسي ده كوتش بيدير الموهبه، ده كوتش نفسي، عاوز يقول انا بتعالج ازاي مع الحاله اللي قدامي. انا في لعيبه في ماتش المصري محتاجين علاج نفسي، مش علاج نفسي انه مريض نفسي، لا، محتاج كوتش نفسي، حاجه ذهنيه، حاجه بيقول له طب شد وافع، يفوقه. احنا على فكره احنا في حياتنا كلنا كده. انت احيانا تبقى في بيتك في عندك حاله خارج خمول، خارج المود بالزبط. او عندك حاله خمول ما انتش عارف ليه كمان، يعني انت بتبقى قاعد كده وانت جاي بتكتب تفاجئ ان انت مش عارف تكتب، الكلمه مش جايه لك، مش جايه، مش طالعه. وعلى فكره وانت في دماغك الكلمه بس انت يا جماعه ده في الايه في كذا ده، وتقعد فين لغايه ما بتوصل لك. دي حاله طبيعيه، وزي في الكوره وزي في الحياه وزي ما انت بتتكلم مع اصحابك على القهوه. النقطه دي يا استاذ جلاء لانها شديده الاهميه، واحنا عمالين نربط دلوقتي، مقتنعين ان القرار مهم ومقتنعين القرار ده عشان يطلع صح لازم صفاء ذهني
وقدره بدنيه عاليه. ده لازم شرط اساسي. وبعدين انت موهبتك في اتخاذ القرار اللي هو ايه، اباصي اشوط ارقص، يعني هي دي مهارات اللي بتحبها. اذا الثلاث حاجات دول احنا دلوقتي عمالين نتكلم بقالنا، هل تتصور او تعتقد او ترجع ان جزء من الارهاق الذهني وعدم الصفاء الذهني مش البدني بس، ان تلاحم المواسم وتغير البطولات والتحدي تخرج من التحدي تخش كله ضغوط، كل عايش في حاله من الضغوط المستمره بقالك كذا سنه، المفروض ان هل ممكن يكون كل ده اتبلور وجالك في اللحظه دي؟ المفروض انا جاهز لده، المفروض انا لاعب جاهز لده. بص يا فؤاد الحضره بسرعه كده عشان عايز اسمع برضو. انا المفروض ان انا جاهز لده ازاي؟ انا لعيب قدامنا خمس دقايق عايزين نستثمرهم. انا لاعب في الكبسوله، انا لاعب دولي وفي النادي الاهلي نادي بطولات، ومتعود ان العب في 3-4 بطولات في وقت واحد، ان بلعب محلي دوري وكاس وبلعب سوبر وبلعب افريقيا وبلعب مع المنتخب، متعود. لكن انا ما بقولش ان انا معنى ذلك ان انا لا اسقط، لا انا ممكن اسقط، لكن عايز اقوم. ايوه ازاي بقى؟ هنا بقى العلاج اللي انا بقول عليه، علاج نفسي وبدني وذهني، ويمكن اضيف حتى عليها حتى كمان عودة الروح. ما الروح، عودة الروح، الروح مسؤولية. انا احيانا يعني احيانا ببقى عندي قدرة وكويس جدا وبخيل، بخيل شوية او خايف شوية او خايف على رجلي شوية. كيف هو نعيد الامور الى نصابها؟ الاستشفاء هو دلوقتي. أيوة. دلوقتي لان انا شايف ان في تنوع شديد مرهق على تشخيص المرض، هذا ده والعلاج موجود جداً كمان، مجهد جدا. في السنوات الاخيره حصل تطور هائل في استشفاء اللاعبين من المباريات، بعد ما كثرت المباريات في اوروبا الى درجه مجنونه، وهم حتى بيفكروا يعملوا يعني اللاعب عايزين يوصلوا اللاعب انه يلعب دلوقتي 70 مباراه، ما اعرفش هتتم ازاي، لكن ما هذا ما يفكرون فيه. دلوقتي بقت اللعيبه الاوروبيين بيلعبوا في حد الادنى 50 مباراه دلوقتي و55 مباراه، فبقى فيه استنزاف بدني ضخم جدا للعيبه، لان بقوا هم البيضه التي تبيض ذهبا، وبالتالي عايزينهم طول الوقت احرق احرق الزام زي ما هو. فهو دلوقتي في وسائل وادوات للاستشفاء دلوقتي بتخلي اللعيبه تقدر بدل ما بتحتاج وقت اطول للاستشفاء تقدر ترجع خلال يومين ثلاثة. هنا طب انت هتقول لي ان بين اللعيبه ما بقدرش اعالج الوعي التكتيكي، لا، مع الفرق الكبيره التكتيك بيبقى مفهوم ومعروف من خلال فترات الاعداد والى اخره. الاستشفاء والكلام بيرجع اللعيب للملعب بسرعه، لكن مشكلته ايه؟ اللي انا قلت عليه، اللي هي اللياقه البدنيه واللياقه الذهنيه. اللياقه البدنيه اتاثرت خلاص، لان انا عمال العب من الان وحجم الضغوط اللي عليا بتوتر اعصابي، فاعصابي بتجهد العضله مبكرا، فالعضله ما بتقدرش تؤدي ما عليه، فانا محتاج ان العضله تعود لها كامل طاقتها، وان ذهني يعود له كامل صفائه، لان حجم ضخم 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 زي مليون 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 موضوع مضموخ في دماغي من كتر المباريات. طب اصفي ده ازاي؟ ده بقى في درجات الاستشفاء لازم يتم. هل الاجهزه دي موجوده؟ موجوده. ممكن الوصول اليها؟ ممكن. هل محتاجين حد من بره يجي يساعدنا في ده؟ لان احنا اللعيبه بتاعتنا في مصر بتحتاج وقت اطول من اللعيبه الاجانب في العلاج. لو حضرتك رجعت مش متاسسين تراجع حجم علاج اصابات الرباط الصليبي عندنا وفي الخارج، احنا نزيد عن اي اصابه في الخارج 3 شهور على الاقل، وده مده طويله جدا. فاصابات التمزق واحد بقى. لا بس القوى البدنيه مختلفه. انا عارف بس دلوقتي القوى البدنيه قدره التاهيل لا في قدره التأهيل، لا كمان في عندنا لعيب عندهم قدره بدنيه واضحه، لكن برضو بياخدوا وقت اطول. وانا عارف في لاعبين قدرتهم البدنيه حضرتك كانت كويسه جدا، عمرو جمال على سبيل المثال بدنيا كويس جدا، ولكن خد قرب من سنه في الرباط الصليبي. ده ما يحصلش في اي دوري في اي مكان في العالم. هل الثقافه الشخصيه بتاعت اللاعب ممكن ثقافه اللاعب بس انت خاضع للنادي؟ طيب بسرعه بقى. احنا داخلين على ماتش احنا محتاجين عشان قدامنا دي ان احنا نلعب مهم جدا ان انا اصفي ذهن اللعيبه، وان انا اوصل انا لحد دلوقتي ما زالت اللي هي الفريق الامثل لم يتكون في الاهلي رغم ان المرور قربنا من سنتين. تمام. محتاجين ان احنا نوصل للتشكيل الامثل. عندنا مشاكل في نص الملعب طبعا، ما بحبش اقول علاوه، لكن لازم تتحل.
لان ما ينفعش ان نسبه تمرير نص الملعب تبقى اقل من 90%، حد ادنى 90%، حد ادنى نسبه التمرير السليم عشان تتفوق 90%. حتى حتى ليه؟ لان كونتر اتاك في نص الملعب اخطر كونتر اتاك، المفروض طيب. تعمل في نص الملعب. عندي المهاجمين عندي مشكله في ان انا ان المهاجم بتاعي او المهاجمين اللي بيلعب راس حربه انا ما بقدرش استصنع له المكان اللي يقدر الا بصعوبه شديده جدا، فانا اقدر احلها. عندي حليت انا عندي انا مسجل اهداف كتيره جدا، يعني بقدر احل ده. ازاي اوصل لده؟ انا رايي ان ده ممكن، وزي ما قلت ان شاء الله ممكن. اصفاء ذهني هو اهم حاجه بالنسبه لي. كنت عايز في جمله واحده بلغه الصحافه، كروش كان لازم يمشي؟ جمله. نعم نعم. المدرب البديل اجنبي. اجنبي استاذ نبيل. واجنبي ولا وطني؟ لا اول في لا اجنبي. اجنبي. انا كنت اتمنى ان يكون وطني بس في اللحظه دي مين؟ ما هو دي مشكله. ما خلاص يعني وانا كنت اتمنى ان كان يعني انا كنت اتمنى وطني في كل وقت. مفيش اتفاق على اسم محمد، كل واحد له ميزه. السوشيال ميديا السوشيال ميديا نجحت انها تخلص على الوطنيين كلهم. للاسف المخرج نجح في ان هو فعلا يباغتنا ان الوقت انتهى. كنا سعداء جدا بهذا الحوار الثري في رحاب العاشر من رمضان اليوم مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ جلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة دار التحرير السابق. شكرا جزيلا أستاذ جلاء. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الموسوعي مدير تحرير الأهرام الأستاذ نبيل عمر. شكرا جزيلا أستاذ نبيل. كما نشكر حضراتكم على طيب المتابعة. كل سنة وانتم طيبين، ودايما وأبدا مصر في مصر.